قوانين مرورية لدواعي أمنية أشعلت منصات التواصل الاجتماعي، فتحت هاشتاج حزام الأمان تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت صورا ومقاطع فيديو وأحصائيات بعدد السيارات المسحوبة في مختلف محافظات الكويت، وذلك في اليوم الأول من تفعيل وزارة الداخلية لقانون المرور والخاص بضرورة التزام قائدي المركبات باستخدام حزام الأمان ومنع استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة. المستخدمون تداولوا صورهم أثناء ارتدائهم حزام الأمان عند القيادة، داعين الله عز وجل أن يحفظهم ويكفيهم شر الطريق. كما تداولوا أيضا الموقع الإلكتروني الخاص بالاستعلام عن المخالفات لمن حجزت مركبته والظاهر على الشاشة.